الإجابة على هذا السؤال خاطئة. علاش؟ لا بيبار دي برودوي كي ما تكونوش متأكدين منها ولا ماشي نتوما خدمتوهم، ما راحش تكون الحبوب الكاملة هذوك، ما راحش يكون الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة، ما راحش يكون فيه الحبوب الكاملة. علاش؟ هي اون جينيرال فقط فرينة بيضاء زايدين فيها شوية دي غران نتاع الحبوب الكاملة، ويهفوا بهم الناس ويقولوا لهم حبوب كاملة. ديجا كان اون اتيود قامت بها، بارطاجيتها في فيسبوك، دوك نبارطاجيها معاكم ومن بعد، اللي توري باللي لقاو الحبوب الكاملة، الخبز مصنوع من الحبوب الكاملة، ما هو في الحقيقة ماهوش هكا، وخدعين الناس بالفرينة البيضاء. دونك ما لازمش نخدعوا، اون جينيرال ديما اقراو لابلز، كي تقراو حاجة مكتوبة مصنوعة بالحبوب الكاملة تأكدوا منها، باسكو لا بليبار دو تو تلقاو فيها سكريات وحوايج زايدة محطوطين فيها. الإجابة على السؤال الثاني خاطئة. الشوفان ماشي افضل وجبه نتاع بريكفاست ولا فطور الصباح، بيان راح تكون افضل من لاباتيسري اللي ناكلوها، بصح لاندكس غليسيميك نتاع الشوفان طالعه بزاف، وما تخيلش انه كي تاكل هذا الشوفان بعد ساعتين تعاود الجوع كاريمون ديريكت. دونك اوليو دو تاكل الشوفان الصباح مع البريكفاست، احسن حاجه تعوضوها بها هي البروتينات الصحيه والدهون الصحيه. ما كاينش خير منهم، سيوها وتشوفوا كيفاش راح تكونوا شبعانين طول الجورني. الإجابة طبعا خاطئة. لا تصح، ما تحتاج 3 كيسان تاع حبوب في اليوم. بكل بساطة تقدر تلقى لي زيدات دو كربون ولا لي نوتريمون اللي تحقهم من لاس بروبليم عليك فوت، يعني من حوايج ما فيهم لاس بروبليمز، ما فيهمش مشاكل بزاف. وان بلوس الى انت انسان ولا وحدة حابة تفقد الوزن، هذه الحبوب ماهيش احسن فكرة ولا ماشي احسن حاجة تتناولها ولا تتناوليها. الإجابة على هذا السؤال هي خاطئ، false. We are better off without gluten، يعني نحن أفضل إلا ما تناولناش الجلوتين. كواحد الخبير العالمي اللي هو خبير في الجلوتين، دكتور أليسيو فاسانو، قال باللي non celiac gluten sensitivity is a vrai problem، معناتها الناس اللي ما عندهمش السيلياك عندهم اون سنسيبيليتي او غلوتين. لو غلوتين هذا راح ياثر بشويه راح ياثر على الامعاء ويتسبب في الالتهابات، وتانيك ليكي غات ولا ثقوب في الامعاء. ما تحتاجش فريمون الغلوتين في حياتك، ولازم تعرف باللي هو مشكله كبيره، انت احسن من دونها. الاجابه على هذا السؤال هي تقريبا خاطئ. كاين دي فاريتي نتاع لوغي هما احسن من لوغي بلون، ولكن ماهوش افضل حاجه تقدر تناولها نتاع الحبوب. كاين حوايج واحد اخرين فيهم اقل كاربس وفيهم نوتريينتس اكثر، كيما الكينوا ولا الباكويت. الباكويت بالعربيه جوبونس هي الحنطه السوداء.